يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يمكن لقوم من عصر ثان أن يجتهدوا في مسألة قد أجمع عليها قوم من العصر الأول؟ يا أخوان، الإجماع إذا ثبت لا يخالف في أي عصر من العصور. الإجماع إذا ثبت ما يخالف، إذا كان إجماعا قطعيا. أما الإجماع الظني هذا ما هو صريح. نعم.